اهلا بكم. لا شك ان القلق والتوتر بيلعب دور كبير جدا في الام الظهر. حقيقه ده علم، لكن طبعا القلق والتوتر مش هما الاسباب المباشره، دول عوامل تزود الالم، تزود المشكله. لكن الاسباب المباشره يعني هنا لما قالوا انه الام الظهر ممكن جدا تنتج او يحصل فيها اجريفيشن او زياده نتيجه القلق والتوتر، حيث ان هذا القلق والتوتر تؤدي الى سلسله من التفاعلات الكيميائيه في الجسم ممكن تؤثر بشكل ما على العضلات، على المفاصل، على الاوتار. اوكي، حلو قوي الكلام، لكن مش هو ده الكارثه. القلق والتوتر مش هو الكارثه، الكارثه في انك انت تسيء استخدام ظهرك. دول عوامل مساعده، دول اجريفيتنج فاكتور، دول القشرة التي تزيد ألم ظهر البعير. لكن ألم ظهر البعير يا جماعة بيبوظ بحاجات كتيرة تانية، بيبوظ نتيجة ان انت بتشيل غلط، بيبوظ نتيجة ان انت بتقعد غلط، بيبوظ نتيجة ان انت بتدخل الجيم وتتعفرط على نفسك وتعمل فيها سبع البرومبة زي ما بيقولوا، وتروح جاي شايل حاجة مش مناسبة ليك. بيزيد ان ست البيت بتشيل حاجات البيت كلها بطريقة غلط، تشيل الفوتيل قد المرزبة عشان اخوها يجي يزورها في العيد ولا يجي يزورها في مناسبة، فتقولك اما غير مكانه عشان يبقى شكله اشيك. شيل يا باشا، دب ظهر طق حضرتك قبل فرحك، بتتعافى قدام الناس وبتاع ويوم الفرح، فبتتعافى وتروح جاي شايل عروسك التي تزن من الاوزان ما شاء الله وكان، فتروح حضرتك جاي لك طق في ظهرك يوم فرحك. هذا امر في منتهى الخطوره. النهارده حوار مثير للغايه، زي ما انا قلت لكم التوتر والقلق عامل، لكن السبب في اللي احنا قلناه ده كتير قوي واكتر منه. ضيف العزيز الجراح الكبير والقيمه العلميه الكبيره والشارح الرائع جدا، بستمتع جدا بشرح النهارده، نستمتع بوجبه علميه زي ما بيقولوا جراحيه على ارقى مستوى، وفي نفس الوقت على اجمل طرح وبابدع طريقه شرحيه. ضيفي العزيز استاذ الاساتذه واستاذنا الاستاذ الدكتور محمد صديق هويتي. ازاي اميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من الغضاريف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدأ شكوتهم الأولى إن بيجي لهم رعشة في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وأنت صغير هتدفع ثمن وأنت كبير. إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغضاريف في أولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز الجراح القدير والاسم الكبير أستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، منورنا يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور. أنا انفعلت وأنا بس مقدمة جميلة الحقيقة، مشاكلنا في العمود الفقري الحقيقة تستحق الكلام ده. كتيرة جدا. أنا عايز أتكلم على الألم في الرقبة والكتفين بالذات، هبدأ الحوار معاك. تمام. ليه بقى هبدأ بالألم؟ لأنه أنا بتهيألي إنه ده أكتر أو من أكتر الأشياء اللي بتوجد في يعني المراكز الطبية المتخصصة في علاج العمود الفقري. لا ده حقيقة. لان هي مشكلتنا ان احنا مش فاهمين العمود الفقري ان هو مش قوي قوي، يعني العمود الفقري ضعيف، يعني العمود الفقري بتاعنا ضعيف، واذا اسيء الاستخدام بتاعه فبيؤدي بالتراكم كده الى مشاكل كتيره جدا. الحقيقه رحلتنا مع العمود الفقري بتبدا من واحنا صغيرين، من ايام الطفل اللي هو اللي بيشيل شيله تقيله جدا وشنطه وزنها 15 كيلو على ظهره وبيجري فيها، او اللي بيمارس رياضه زي ما حضرتك قلت بشكل مش طبيعي، او اللي بيشتغل وبيشيل احمال كتيره جدا، والاحمال دي ساعات بتبقى يعني بتعمل اوفرلود على العمود الفقري سواء في الرقبه او في الظهر. يضاف الى ذلك بقى الجديد بقى القعده الغلط في المذاكره، القعده قاعد تاني نفسي على المكتب ورقبتي مش مظبوطه، التوطيه بشكل خاطئ، الشيل بشكل خاطئ، ممارسه الرياضه بشكل خاطئ،
الوقوع او السقوط او الخبطات، ركوب الموتوسيكلات، ركوب العربيات، الحاجات دي كلها بقت لها كاتيجري كبير جدا وحظ كبير جدا في اسباب مشاكل العمود الفقري. وتتركز القصه على المنطقه العنقيه. يعني المنطقه العنقيه دي هي اللي شايله. الناس فاهمه ان الرقبه مش بتشيل كتير من جسمنا، احنا فاهمينها غلط. الرقبه صح رفيعه وكده، مش زي الوسط او مش زي الظهر، ولكن هي عامله زي انت عارف حضرتك الشماعه، رقبه الشماعه الرفيعه دي هي اللي شايله الشماعه بالبلطو اللي عليها بالهدوم اللي راكبه فيها. يعني هي دي الوصله دي اذا كان فيها ضعف هيحصل خلل في الباقي كله. اذا كان في مشكله في الرقبه سواء في الفقرات او في الغضاريف او في الاربطه او في العضلات المحيطه بتحصل المشكله، وتحصل المشكله في الفقرات العنقيه. لما نيجي نفهم تركيب العمود الفقري في الفقرات العنقيه، هو حاجه ابداعيه جدا. ربنا خلق العمود الفقري يتحرك في كل اتجاه بالنسبه للرقبه بالذات. يعني الظهر ما عندوش هذه الخاصيه، لكن الرقبه موجوده، اقدر الف شمال يمين فوق وتحت ولورا ولقدام، يعني كل الاتجاهات بتاعتي. اللي موجود في الفقرات العنقيه هي فقرات اللي هي العظم يفصل ما بينها الغضاريف، ويفصل الغضاريف دي في المسافات اللي ما بين الفقرات حاجه اسمها الاعصاب. دي المسارات اللي بتمشي فيها العصب اللي هو لونه اصفر، عامل زي سلك الكهرباء لونه اصفر كده. العصب ده لازم يبقى مستخبي، ولازم يبقى محمي، ولازم محدش يجي جنبه. الحقيقه يعني التلات حاجات دول لازم يبقوا موجودين جوه العصب بتاعنا. العصب يبقى مستخبي جوه القناه العصبيه. ربنا خلق القناه العصبيه هنا فيها حفره او دايره في النص كده زي الاسطوانه، لازم يمشي فيها محمي بالعظم من كل جهه، في اغشيه اللي بنشوفها عليه من بره دي عشان تحمي الحبل الشوكي وتحمي العصب الخارج ده. العصب مش بيبقى حاجه واحده، العصب هو مجموعه من الالياف حسيه وحركيه. في الجزء الحسي اللي بيبقى قريب جدا من الغضروف، الجزء الحركي اللي هو ابعد شويه من الغضروف. وده بياخدنا لنقطه الاحساس بالالم. هو الالم اللي بيجي الاول ولا الضعف اللي بيجي الاول؟ الالم بيجي الاول. علشان ايه؟ العصب خلاص ده اقرب جزء من الغضروف هو العصب الحسي. فالالارم بتاعنا واللي انا بسميه رحمه ربنا لنا هو الاحساس بالالم. في ناس همها وشغلها الشاغل ان انا اضيع الالم او علاج الالم. لكن ما معلش تمام نشرب ثانيه احمد تمام على بال انا ادخل فيها تاني على بال. في ناس هنكمل بعد في ناس شغلها الشاغل علاج الالم. ثانية واحدة أنا هعيدها. بيبقى في ناس همها وشغلها الشاغل إن أنا أخلص من الألم. والحقيقة هذه هي النظرة القصيرة والقاصرة جدا في علاج مشكلة في الفقرات العنقية أو القطنية. الألم عرض وليس المرض. المرض ان انا في حاجه هي اللي جابت الالم. الالم ده ربنا خلقه جوانا علشان، ودي من اكبر النعم، لانها لو يعني لو فقدنا هذا الاحساس بالالم الحق بندخل في مصايب. يعني انت عارف لما واحد لا قدر الله بيجي له اصابه في الحبل الشوكي ويفقد الاحساس، تبدا يظهر عليه قرح، جلطات، لحد العظم ما بيظهر من جسمه وهو مش حاسس، لان هو فقد الاحساس بالالم. فبالتالي قصتنا مع الالم دي مهمه جدا، هو المدخل بتاعنا. طب انا بحس بالالم، الالم ده بيبقى على شكل ايه؟ الالم ساعات يبقى وجع في العضلات، ساعات بيبقى وجع في الكتفين والرقبه، ساعات بيبقى في قله الحركه ما اقدرش، رقبتي بيحصل فيها تيبس ما اقدرش اخد رقبتي يمين او شمال، ساعات ايد واحده ما بقدرش احركها ما بقدرش ارفعها. كل دي اعراض نتيجه للالم اللي هو الرهيب جدا اللي بيجي. ساعات بيبقى في احساس بالخدر او التنميل في ايديا. التنميل ممكن ياخد جزء معين، لان انا عندي مجموعه بتسمى الضفيره العصبيه خارجه من الفقرات العنقيه، كل عصب منها بيغذي مجموعه من العضلات وجزء من الجلد بتاعنا من الخارج. فعلى حسب الغضروف والفقره المصابه هيبان العرض بتاعي عليه. يعني في ناس يبقى شاكك تقول لك انا الجزء الداخلي ده ما بحسش بيه، ويمسكها كده يقول لك الصابع ده ونص الصابع ده. في واحد يقول لك لا ده الثلاث صوابع اللي جنبيه، في واحد يقول لك ده كفه الايد من هنا، حد يقول لك ده من ورا، حد يقول من الكتف، وهكذا. يبقى اذا الالم بتاعنا هو البوابة بتاعتنا علشان تشخيص ونبدأ نفتح الباب عشان نعرف ايه المشكلة. لكن مش الهدف بتاعي ان انا اقدم مسكن عشان اضيع الالم، لان في ناس بتبقى هدفها بس ايه، مفيش حقنة تضيع الوجع. ممكن ده مؤقتا نعمله لك بحيث ان احنا لحد ما نوصل للتشخيص المناسب، لكن لما نوصل للتشخيص يبقى لابد من اخذ خطوات لعلاج المشكلة. عظيم. عايز اروح ليه الالم في المنطقة دي بسبب رعب عند الناس، ولا ده مش حقيقي؟ لا ده حقيقي جدا. حقيقي جدا، لان هو الناس برضو شايفه، يعني برغم ان في ناس كتيره جدا بتحاول تتجاهل الرؤيه بتاع الموضوع. يعني انا لما يبقى عندي مشكله جت في رقبتي بكتافي سبتها واهملتها، الالم بقى مرعب.
ممكن ما اعرفش انام منه، ممكن ما اعرفش اكل، ممكن اوصل لمرحله ان انا المعلقه ما اقدرش احطها ببقي، السكينه في المطبخ، وياما بيجي لنا اصابات ست قطعت ايديها. ليه؟ مش قادر اتحكم، قبضه ايديها ضعفت، مش قادر اتحكم في السكينه او مش حاسه. طيب القضيه دي بتزيد شويه شويه. طب وصلت لفين؟ ده انا بتكعبل وانا ماشي، ده انا رجلي بتترعش مني، ده انا مش قادر ادخل الحمام، ده انا البول بيسيب مني، ده انا الاخراج ما عادش بتحكم فيه. بعد شويه ده انا نار قايده في جسمي كلي، في دماغي صداع، دوخه، ادوار، نسيان، زغلله، كل ده مرتبط بالرقبه. كل ده مرتبط بالرقبه. تؤدي في الاخر الى انا عندي مشكله واهملتها، سبتها غضاريف، ادت الى ضغط على الحبل الشوكي، ادت الى ضمور في الحبل الشوكي. طب ضمور في الحبل الشوكي ده هيوصلني لفين؟ يعني شوف حضرتك، دي نماذجه. ده حد كان بيشتكي من الم في كتفه، يقول لك انا كتفي بيتقطع بيتمزق، انا عايز اشوف ايه القصه. اقنعنا نعمل اشعه رنين مغناطيس، تطلع الاشعه هنا عندنا غضروف ما بين الفقره 5 و6 الغضروف حجمه ضخم جدا، والغضروف ما بين الفقر 5 و6 رجع لورا وضغط على الحبل الشوكي، عمل ضغط على الحبل الشوكي. شكوه المريض بتاعنا وجع، تلميل، خدلان، ضعف في ايديه. هنا بدانا ندخل في مرحله الضعف في الايد وقبضه الايد ومش قادر اتحرك بيه. البدايه بتبقى غضروف، والغضروف بيكبر شويه بشويه وانا بهمله لحد ما يوصل لكده. الغضروف ده وصل لمرحله ان عمل انسداد وانغلاق للقناه العصبيه. الغضروف لما بينفجر مش هيلاقي له حته يدخل عليها الا المنطقه بتاعه الحبل الشوكي، لان كل المنطقه المحيطه حواليه عظم مش هيعرف يخترقه. فاضعف مكان هي المنطقه اللي حوالين الحبل الشوكي، يبدا يضغط على الحبل الشوكي. الغضروف بقى غضروفين. طب احنا سايبينه ومستحملين. طب المريض ده بقى عنده غضروفين كبار جدا والاثنين منفجرين وضاغطين على الحبل الشوكي. هو احنا لو لحقنا من البدايه وحلينا مشكله هذا الغضروف ما كانش هيزيد ولا هيجيب غضروف تاني. طيب هنسيب برضو الغضروف والتاني وهنقعد نعبي مسكنات ونعبي مخدرات الى ان نصل الى مثل هذا المشكل الرهيب جدا. الحبل الشوكي المفروض هو اللي لونه جراي ورمادي ماشي جوه النص كده. هتلاقي الجزء بتاع الحبل الشوكي ده قصد الغضروف بتاع الرابعه والخامسه ده اختفى تماما. بدا يحصل هنا حاجة بنسميها ضمور. كلمة ضمور يعني حبل الشوكي يا جماعة عامل زي النهر، النهر اللي ماشي أبيض في النص ورا العظم. تخيل بقى أنت قاعد بتسرق من الجنب بتاعه لحد ما خليت النهر ده العريض الجميل ده إلى قناة صغيرة جدا ضيقة جدا. ده بيكون على حساب مين؟ يعني ده بيكبر على حساب إيه؟ على حساب الحبل الشوكي. طيب أنا يعني بتألم وبتوجع وكنت مستحمل، ربست رقبة، رحت عملت علاج طبيعي، ها؟ وأرجع بعد كده أنا عندي مشاكل. طب ده غضروف عنده الرابعة والخامسة، الخامسة والستة، الستة والسابعة، بقوا ثلاث غضاريف. هو في حد بيصبر على نفسه لحد ثلاث غضاريف؟ في. عندنا ناس لحد خمس غضاريف في الرقبة بنشوفها. والقضية بتاعتنا ان احنا لما بنيجي ندور على العلاج بقى بتبقى ساعتها بيبقى نفسنا نرجع ده حد الرقبة بقت في خمس فقرات كلهم قافلين على بعض وضغطين على بعض وعمل الضيق في القناة العصبية وبدأ يحصل ضمور في الحبل الشوكي. بقت قضيتنا هنا ايه؟ ان انا بس نفسي اعرف ادخل الحمام. نفسي اقدر امسك حاجة، نفسي اشرب كوباية المية، واخد بال حضرتك دكتور ايمن؟ الموضوع بيبقى صعب جدا ومؤثر جدا وساعات يبقى عاطفي جدا، يعني انت بتبقى متعاطف معاه جدا. يعني هو وصل لمرحلة او الست وصلت لمرحلة لا عارفة تخدم نفسها ولا بتخدم بيتها ولا عارفة تعيش. اصل بيبقى ساعات ممكن نتقبل المرض لكن الألم صعب، يعني ما تقدرش تعيش بالألم. وبعدين الألم في المنطقة العنقية الحقيقة ألم رهيب. ده بيقولك ده بحس بصاروخ نار بيجي في رقبتي او في ايديا بتنميل بخدلان، ده انا مش عارف انام، مش عارف اتحرك. في المقدمه بتاعت حضرتك كنت بتقول ان احنا ساعات الالم ده بيعمل او بيجيب اكتئاب. هو حقيقي بيجيب اكتئاب. يعني ده في جزء خاص في العلاجات بتاعتنا لما بنيجي نعالج الالم مضادات الاكتئاب. جزء اساسي واصلي. العين يدخل في دايره مفرده. بيدخل في دايره من الدبريشن. اكتئاب توتر. ساعات بيبقى عنده اقتناع بقى واقتناع خاطئ الحقيقه. اصل هو ده راح لمين قبل كده؟ الاول بدا يجرب الدرج اللي في البيت الصيدليه دي يعبي مسكنات منها، جرب الصيدليه اللي في الشارع عنده، جرب دهانات، جرب المجبراتي، جرب الناس تقرر رقبته تشد رقبته، تقدم شويه راح للعلاج الطبيعي وما حسش بفرق. هو القصه كلها ما وصلش للتشخيص عشان يبدا العلاج المظبوط. ولما بيوصل للدكتور بيبقى هو منهك ومستهلك. فبيبقى اصلا هو مش طايق نفسه بقى، يعني هو جاي وعايزك تكتب له الوصفه السحريه اللي هتحل هذه المشكله، وده مش حقيقي. يعني مش حقيقي لان احنا انت ما في ايدكش سحر، ده في ايدك علم. انا بشوف هنا في غضروف ضغط على العصب وعمل بدا يعمل ضمور او غضروف او اتنين او ثلاثه، يبقى انا بفكر اشيل المصدر مش الند المسكن، لان حتى لو كتبت لك المسكن مش هيجيب نتيجه. يعني ما اصل الناس فاهمه ان المسكن في اي وقت اخده هيسكنني. طب الناس اللي بتوصل انها بتاخد ترامادول ومخدر وصلوا ليه كده؟ لو المسكن هيجيب نتيجه ده وصل للادمان ليه؟
ووصل للاكتئاب ليه. وفي ناس من الالم هو الحقيقة ده مش موجود عندنا في مصر بس بره، في ناس من الالم ممكن يصل للانتحار من الوجع لانه مش لاقي. احنا عندنا هم عندهم بره الحاجه لانه ما فيش وسائل دينية فممكن احنا الفرمله الوحيده لده ان احنا عارفين ان ده حرام. بس لو كان مش باين انه حرام صدقني كان في ناس كتير جدا تدخل في هذه السكه، وربنا يعافينا. ربنا يعافي الناس. الالم بتاع الرقبه خلاص بقى احنا عرفنا ده جرس انذار، تعال نروح للدكتور بقى. الدكتور لما بيشوف بيشخص التشخيص الاكلينيكي بتاعه الاول، فحص المريض الاول، نشوف الاستجابه العصبيه بتاعه الاطراف. ساعات بيبقى مريض جاي شكوته غريبه جدا، يعني مثلا يقول لك الرجليه من تحت بس هي اللي فيها مشكله، البول بيسبقني شويه. نكشف نقول لا تعال ندور في الرقبه. هو مش عارف، عمره ما اشتكى من الرقبه. وبعدين هو ما فيش علاقه بين مشاكل الفقرات العنقيه والالم اللي في الرقبه، لان ممكن يبقى عندي غضاريف في الرقبه او خشونه في الرقبه او ضغط على العصب في الرقبه، والرقبه بتاعتي بتتحرك زي الزنبلك ما فيش فيها مشكله. في ناس تقول لك طب ما رقبتي بحركها. بتحرك، وهو ده من الحاجات اللي بتخليه يجي لي متاخر قوي. طيب الرقبه بتتحرك، يبقى انا اروح لدكتور ليه؟ انا مستني بقى لحد اللحظه ان انا ايديا تقف، رقبتي تقف، لا قدر الله ادخل في ضعف او شلل، يبقى ساعتها بدور على الدكتور يحل المشكله. هو ده سؤالي، هل يمكن ان يؤدي الانزلاق الغضروفي الى شلل نصفي؟ بيؤدي، ده ممكن يؤدي الى شلل رباعي يا دكتور ايمن. يعني عارف رباعي ده يعني ايه؟ ايدين ورجلين. ايوه طبعا. وعدم اخراج وعدم تحكم في البول ويعيش بقسطره. ممكن يؤدي الى ذلك، يؤدي الى ذلك وبكسر. الحقيقه بقى يعني العلم ما بيقفش عند الكلام ده. العلم ما بيقفش عند لحظه ان انت غلبان طب تعالى نزعل علشانك ونسيبك. ما ينفعش. عملوا لنا ايه؟ عملوا لنا ده. انا لو عندي غضروف لازم اشيل غضروف. كنا الاول نشيل غضروف وناخد قطع عظميه سواء من الحوض او سواء من الجزء من الفخذ او حاجه، وده للاسف لحد النهارده في بعض الاماكن والمراكز اللي ما فيهاش الاجهزه الحديثه بتعمل كده. ياخدوا العظمه دي ويبدا يركبها هنا ما بين الفقرات وبعضها. تركب العظمه على امل ان الفقرات دي تلحم. لا دلوقتي بقى في حاجه تانية. ده انا باخد، شوف دي كل دي مقاسات لحجم الغضروف، ان انا ممكن انقي غضروف من وسط اكتر من 40 مقاس اللي هو يتناسب معايا، مش بحط اي غضروف خلاص. ده انا عايز الغضروف اللي يبقى فيتنج معايا جدا واطلعه من العلبه بتاعته واركبه. الغضروف ده النهارده بنسميه غضروف بديل. ودي من انجح العمليات النهارده في جراحات العمود الفقري في الرقبه بالذات. كنا في وقت من الاوقات الغضروف نجيبه بما ان بنركب تركيبه كده ساعات بتبقى ضعيفه نضطر نحط شريحه. دي بعض الاحيان بنحتاجها، لكن في بعض الانواع زي ده كده بيبقى اصلا التركيب بتاعه ديناميكي جدا بحيث انه يسمح للفقره انها تتحرك طبيعي جدا بدون ان هو ما يخرج او ينزلق. احنا مش بنكتفي ان احنا نحط حاجه، ده احنا بناخد عظم من العظم بتاع المريض نفسه اللي هو طالع من جزء من الفقرات اللي هي زوايد العظميه بتاعتها، ونملى بيه القفص الغضروفي ده اللي احنا شفناها الحته الاخيره دي. يساعد على الثبات بقى. يساعد على التئام العمليه بشكل جيد جدا. وما قلقش يتحرك، يتحرك يشتغل ويشيل. عندنا ناس عاملهم العمليه بيلعبوا كوره وكوره بالهيد وبتاعه بيخبط، بيلعبوا اثقال، بيرفعوا حاجات تقيله جدا، او بيشتغلوا شغل العادي بمكتبي بتاعه. لان تعرف حضرتك اكتر الناس اللي بيجي لهم الغضاريف العنقيه الناس اللي عملها مكتبيه بتوطي كتير. يعني القضاء، المحامين، المحاسبين، البنوك، بتوع البنوك دول طول اليوم هم امراض البنوك دايما والمعلمين والمدرسين المدرسين بقى والكتاب والكل كتير من الناس يعني. وبرضه كتير من الاعلاميين هنلاقي الفتره الجايه هتلاقي اعلاميين كتير بيقول لك القعده، وخصوصا هيجي لك بنات لانهم بيعلموهم قعده معينه فيها ثبات شديد جدا. لا فرده صعب جدا. فرده لازم تبقى قاعده فرده. حاولوا يقولوها لي، قلت لهم لا انسوا. لا انا بقعد كل شويه اعمل كده واعمل كده. انا بقعد بس لازم نحترم جدا العمود الفقري طبعا، لان احنا عندنا النهارده لازم نحل المشكله اذا كانت موجوده. وما ينفعش نسيبها وما ينفعش نتاخر عنها. لان هو انا خوفي دايما في الحبل الشوكي هي ضمور الحبل الشوكي او اصابه الحبل الشوكي. كتير جدا من المرضى يجي لنا ومعاه اشعه، نبص عليها على الاشعه تلاقي بدات تظهر بقعه بيضه في الحبل الشوكي. البقعه البيضه اللي في الحبل الشوكي ديت هي عباره عن بدايه الضمور في الحبل الشوكي. هو جزء خلاص انفاركت ما عادش بيوصله دم. لما بيوصلوش دم دي خلايا هتموت وهتتحلل. طب لما تموت وتتحلل ايه اللي هيحل بدلها؟ ما عنديش حاجه تحل بدلها. ناخد بالحركة. علشان كده انا بقول دايما مش لازم نوصل لده. ممكن يبقى عندي غضروف 2 3 4 اعملهم ويتغيروا زي ما شفنا كده. وفي انواع تانية من العمليات على درجه اعلى كمان في التقنيه وفي التكنولوجي، لان احنا النهارده عملياتنا في الرقبه ما عدناش بنعملها جراحه عاديه.
عمليه الرقبه بتعمل جراحه بالمناظير، جراحات بالليزر، جراحات بالميكروسكوب الجراحي، استبدال الفقرات، استبدال غضاريف، نقدر نعمل هذا الكلام كله. وفي ناس بقى اللي هم بيجونا بقى متاخر دكتور عين، يعني بيبقى حد كبير في السن عنده 5-6 غضاريف وضيق في القناه العصبيه وغضاريف اماميه وضغط خلفيه وما يستحملش عمليه كبيره، ده ممكن نعمل له حاجه بنسميها توسيع القناه العصبيه من الخلف. طب بنعملها ليه عمليه توسيع القناه العصبيه من الخلف؟ علشان نحمي الحبل الشوكي. هنا عمليه من ضمن العمليات، احنا طبعا دخلتنا دايما بتبقى جرح بتاعنا بسيط جدا من الرقبه من نص سنتي لواحد سنتي، بندخل اللي قدامنا الاصفر ده هو ده الحبل الشوكي وده اللي يخوف قوي الحقيقه. فبندخل لازم الغضروف، احنا بنشوف الغضروف اهو، نبدا نشيل الغضروف، اتشال الغضروف يرجع الحبل الشوكي لمكانه الطبيعي. نبدا بقى خلاص، اصل ربنا خلق الغضروف ده له اهميه وله لازمه، ما ينفعش نشيل الغضروف. في ناس كانت بتعمل كده وده فشل على يعني كان بيحصل في العالم، حصل التجربه دي. لو انا عندي غضروف واحد اشيله خلاص واسيب الدنيا هتلحم، ما لحمتش وده ادت الى نتائج كتير جدا. شلنا الغضروف لازم اركب حاجه بديله بقى، ده من ضمن التركيبات البديله لما بيبقى فيه عدم ثبات في الفقره نشيل العظم الزياده ده ونبدا نركب حاجه زي السلندر اللي احنا شفناه ده او غضروف بديل او قفص غضروف، ونقوم جايين مركبين فوقيه شريحه، تبقى شريحه مايكرو صغيره جدا لا تعيق الحركه الحقيقه. والشرائح دي اتطورت. طب انا لو عندي فقرتين الشريحه صغيره، طب لو عندي 5 فقرات بقت الشريحه كبيره، يبقى هنا فقدت المرونه بتاعت الايه الفقرات لاني ثبتها. في عملوا ناس بتعتقد انها ما تعملش العمليه او خايفه تيجي تعمل العمليه يقول لك مش عارف احرك رقبتي. بالظبط، عمل لهم ايه بقى؟ ما تسمى الشريحه الذكيه او الغضاريف المتعدده الحركيه. يعني ممكن احنا في نفس الوقت ندخل ونشيل الكلام ده كله ونركب اكتر من غضروف متحرك وتبقى الفقرات بحالتها الجيده جدا في الحركه والمقدره. دي نوع من الشرائح اللي بنسميها الشريحه الذكيه. هي شريحه فكرتها بسيطه جدا، هي بدل ما تبقى جزء واحد بقت 3 أجزاء او 5 أجزاء. هي ذكائها في الحركه، هي ذكائها في الحركه. يعني هي بدات تدير الرينج، يعني مثلا انا افترض ان طولها مثلا 3 سم لو ضغطتها تبقى 2 سم بقت عامله زي السوست. دي تديني الليونه لما نشوفها هنا راكبه في الرقبه، الحقيقه بيبقى منظر بديع جدا يعني والتقدم ده رائع يعني. هي خاصه بالرقبه برضه لان في ناس كثيره جدا بتفكر ان دي تنفع في الظهر، لا هي ما بتنفعش في الظهر، هي ديت مخصوصه لان ديت مايكرو منفوع مخصوصه للرقبه. مايكرو يعني صغيره، مايكرو صغيره بالظبط. وكل الداينامكس بتاعتها مش عشان تشيل وزن، هي عشان تثبت وتسمح بالحركه. بتتركب ها في نقط اتصال بجسم الفقره، والمسافات اللي هي بتاعه الغضروف نفسها بنبقى سايبينها واخد بال حضرتك. طيب احنا عايزين نتني رقبتنا تتني تنزل عامله زي السوسته بتاعه العربيه، زي المساعدين بتاعه العربيه كده ها. طب بتفرد، انا برجع رقبتي لورا بتاخدني الى ورا تاني تماما وتديني نفس المساحه والرينج اوف موفمنت بتاعتي تمام جدا. بنستخدمها ديت اكتر دلوقتي في الاصابات بتاعه العمود الفقري، يعني مثلا اصابات الخبطه، الكسر، الشرخ، الزحزحه الفقريه، اقدر اعمل ده. لكن احنا بنفضل دايما لما بيبقى الموضوع مجرد غضاريف حتى معاها زوايد عظميه وتكلسات غضروفيه نقدر نعمل ده بالمناظير وركب غضاريف البديله. الغضاريف البديله الحقيقه يعني كل المراجع العلميه النهارده هي اللي بتتكلم على ده. هو ده، بلاش شرايح، بلاش مسامير، بلاش تثبيتات، بلاش استبدال. صنعوا الغضروف ده، ده غضروف دلوعه قوي ومتحرك وجميل زي اللعبه كده. غضروف هو بيحاول يحاكي الطبيعه. يركب الغضروف خلاص دخلنا بالمنظره اهو، وصلنا عند جسم الفقره، نشيل الغضروف الاصلي اللي كان تالف من جوه، نقوم مركبين ده. تركيب ده تركيب دقيق جدا باجهزه، وبنقيس مسافات وابعاد عمق وعرض واتساع ونشوف ده. الغضروف ده مكون من اجزاء، يعني ده غضروف بنسميه غضروف حركي او البروديسك. البروديسك ده غضروف متحرك حديث جدا، وينفع في وجود غضروف واحد او غضروفين. يعني لو انا عندي 4-5 غضاريف ده ما بننصحش بيه لان ده بيبقى ضعيف. طيب الماده بتاعته الماده اسمها تيتانيوم، بس اتعمل متغطى بماده، يعني هم بيستخدموا فيه حاجه اسمها نانو تكنولوجي دلوقتي. الماده المغطيه والمبطنه لهذا الغضروف قابله للالتصاق بالعظم الطبيعي، بقى ممكن يلحم معاه على عكس اي معدن. المعدن الطبيعي العظم يكسي عليه لكن ما يلحمش معاه، ده بدا يلزق معاه، يعني معمول بتكنولوجي معين بحيث انها تمسك فيه، تيجي تخرجه بعد كده صعب جدا. كل دي الالات بتاعه التكنيك ان انا ازاي اركبه وازاي اظبطه في المكان بتاعه مظبوط جدا. طبعا كل اللي احنا بنعمله بيبقى تحت رؤيه، ما نقدرش نعمل ده عمياني كده، ده انا بشوف بالمنظار بتاعي وعلى شاشه كبيره جدا. ده دور المنظار بقى. وفي نفس الوقت انا بصور بايمج، يعني انا على جهاز اشعه، لان المنظار بيديني الرؤيه الاماميه لكن ما يدينيش العمق. علشان اجيب العمق، وخاصه احنا بنشتغل بحاجات دقيقه جدا وقريبه من حاجه ادق اللي هي الحبل الشوكي، لازم ابقى عارف اخري بدخل لحد فين. دايما بيبقى معايا جهاز ايمج
يصور وانا جوه العمليه. انا وصلت يا دوبك قبل ما اوصل 2 مللي من العصب او الحبل الشوكي لازم اقف. واحنا جوه العمليه عشان نامن العينه دكتور ايمن بيبقى عندنا كميه من السلوك والوصلات عامله زي بتاعه رسم القلب كده بس على العضلات نفسها. بحيث ان انا لو انا قربت ان انا المس عصب يديني الارم يقول لي الحق. الكلام ده لو مش موجود ممكن بطريق الخطا يدخل على العصب يفرم العصب ويطلع وهو ما حسش بحاجه. وده كان بيحصل في العمليه وده كان بيحصل وما زال لحد النهارده في مشاكل لما الاجهزه دي ما تبقاش موجوده. ايوه يعني عشان كده العلم ما بيسيبش مجال للخطا النهارده الاخطاء البشري يعني بيحاول يقللها جدا. لكن طبعا تبقى القصه بقى طب انا هعمل ايه بعد العمليه يا دكتور او انا اخباري ايه بعد العمليه هتحسب بنسبه قد ايه. السؤال ده اجابته عند حضرتك ان احنا بقالنا قد ايه تعبانين سيبنا نفسنا كام سنه من فضلك هتتحسن ان شاء الله وتبقى احسن بكتير جدا من اللحظه اللي احنا بدانا فيها مشوارنا مع العمليه. مش عايزين نبص بعيد شويه يعني ساعات الواحد بيبقى نفسه يرجع زي ما كان من 20 سنه فاتوا. لا معلش هنتحسن تدريجيا لكن الموضوع بيحتاج وقت. ممكن نوصل لست شهور ممكن نوصل لسنه او اكتر لان دايما بنقول القاعده الطبيه في اي مرض او اي اصابه مده الشفاء هي المده بتاعه المرض. طيب هو احنا لما نسيب نفسنا سنين ونوصل لمرحله ان احنا ما بقتش بس مجرد غضروف ده انا الفقرات تاكلت معايا ده انا العصب حصل فيه ضمور معايا. التقنيات الحديثه هتحل لي جزء من الموضوع لكن في جزء تاني العصب بتاعك اللي انت حضرتك سبته كتير جدا يعاني هو لازم يقوم بدوره برده معايا يعني لازم يبدا يحصل ما يسمى الريجينريشن او اعاده تاهيل العصب او اعاده تكوين العصب من جديد. لان احنا عندنا الاعصاب الطرفيه ممكن تتجدد بس دايما انت عارف دكتور ايمن العصب الطرفي ده بيتجدد بسرعه قد ايه. احنا دايما بنحسب مساحه يعني لو عندي العصب اللي بيغذي الصبعين دول هو اللي متاثر من هنا من الرقبه المسافه دي مثلا تعملها 60 سنتي او 70 سنتي. المسافه دي عشان احسب العصب يوصل لهنا امتى بحسب بدايه العصب واول وصوله للعضله. السنتي الواحد بياخد 40 يوم السنتي الواحد ياخد اكتر من شهر. طب لو انا عندي 40 سنتي اضرب انا محتاج 40 شهر 40 شهر دول 5 سنين عشان يرجع تاني عشان يرجع ما اصل القضيه مش بتاعتي انا مش هعرف اغير العصب. انا بشيل الضغط اللي عليه وعندنا وسائل متعدده جدا يعني في شوف الشرايح اشكال والوان واحجام والكبير والصغير ودي الحركه اهي بتتحرك وبتمشي يعني الطب بيحاول يقدم الحلول. بس بنقول دايما كل ما تبقى حلولنا بدري كل ما يغنينا عن استخدام التكنولوجيا المعقده دي. طيب هو الغضاريف ممكن تتعالج من غير عمليات؟ احنا دخلنا في العمليات لان الحالات المعقده هي دي. في غضاريف بتتعالج 80% من الغضاريف بتتعالج من غير عمليات بس تعالى لي امتى بدري ناس كثيره جدا بتسمع التعليمات ناس كثيره جدا بتحفظ الجمله دي يقول لك انت حضرتك مش بتقول او الدكاتره بيقولوا ان الغضاريف بتتعالج من غير عمليات. ايوه بس كمل الجمله مش لا تقربوا الصلاه بقى كمل الجمله. احنا لازم نروح بدري للطبيب المعالج عشان الحق فرصتي في طابور الشفاء واسمع الكلام المطلوب مني. ده المطلوب يعني لو انا مطلوب لي تدخل مينيمال انفيزيف النهارده اسمع وانفذ هذه حقيقه. هزي مثلا يبقى انا دخلت بمنظار دخلت في يوم وروحت في الموضوع ما بتكبرش لان كل ما بننتظر اكتر الحل جاي والتدخل وارد هيحصل والله يا فندم. الحكايه دي سببها الاساسي برضو انه ناس كتير بتنقل خبرات غير حقيقيه يعني فكره بقى ودي برضو عايزين نختم بيها يعني اللي هو لا ما تروحش اصل انا سمعت الاعلام ساعات يروح جاي مخبط ويخبط في فرع من الطب تلاقي الطب كله تاثر يعني مثلا ممكن قوي يخبطوا في التخدير فتلاقي مساله اثرت عليكم يعني بص تلاقي عيان داخل لك يكلمك في التخدير. طب يا سيدي انا احنا بنتكلم في المخ والاعصاب والتخدير ده ما هو ناس رائعه برضه يعني حصل مشكله صغيره مع المستشفى ان مثلا في مريض ما دخلش وعمله مشكله في الفيسبوك كده لان الحقيقه الفيسبوك ده ضلال كله الحقيقه 90% او اكتر من 90% ما فيش فيه اي وجه بالحقيقه الحقيقه وبنعانيها يعني يعني بجد الحقيقه يعني واحد يبعت اشعه وعايزك تعالجه وتديله مش عارف ايه على الاشعه يا فندم احنا مش بنعالج اشعه. لا ده دي عندنا احنا عندنا موقع على الفيسبوك بنستقبل اسئله بيجوا ناس عايزين بقى ايه روشتات وبتاع لا احنا ثقافه ده موقع ثقافي وبعدين انا بعرفك ايه اللي موجود وازاي تحله. مش بقول لك تعالى حله لك تحله عندي او عند غيري بس احنا عايزين نرفع من مستوانا الفكري. لما يبقى انا عندي غضروف قطني في ظهري او غضروف في رقبتي او تمزق في عضله او كسر في فقره اتعامل معاه ازاي دي النصايح العامه. لكن ما اقدرش كل حاله بتختلف بناء على الفحص بتاعي لان زي ما شفنا حالات عندها اربع غضاريف في رقبتها وحصل ضمور في الحبل الشوكي. الاشعه مبينه ضمور في الحبل الشوكي ومبينه ان في اربع غضاريف
وفقدنا الحركه. اجي ابص بقى في الفحص تلاقي العضلات حصل ضمور، العضلات بيحصل لها فايبرليشن كده يا دكتور ايمن انت عارف، خلاص بقى حصل لها اتروفي. طب ده لو عملت له عمليه هينفع له العمليه؟ لا مش هيستفيد. مش هيستفيد. ساعتها اقول له لا احنا وصلنا لمرحله ان ما عادش ينفع عمليه. اول كلمه هيقولها لك شوف الدكتور ما بيعرفش الدكتور ده فاشل ما بيعرفش يعالج الحاجه. بالعكس الدكتور ده عنده ضمير. ما بصش. لا هو لو ما مش عنده ضمير هيقول له هات طيب ده بيحصل لك وطلعك. ما هو ده بيحصل. ما هو ده برضو زي ما حضرتك بتقول بتبقى حاله بتعم على ناس كتيره جدا. بيحصل بقى ان ربنا يوعده بحد يقول له طه انت لك عمليه، يعمل العمليه اصل هو ده غير راضي على نفسه ولا على مرضه. يطلع بعد العمليه لقاها ما عملتلوش حاجه. اوعى حد يعمل عمليات، ده انا عملت العمليه وما نجحتش وفشلت، او عملت العمليه وما تحسنتش. ما هو القضيه في الاول ايه الماتيريال اللي احنا بدانا بيها؟ ايه الخامه اللي احنا اشتغلنا عليها؟ هل العصب كان كويس؟ الحبل الشوكي كويس؟ ممكن الحقه؟ ممكن ارجع الدوره الدمويه بتاعته؟ الكلام ده كله لو متاح هتطلع نتائج هايله جدا ان شاء الله رب العالمين. انا وعدت الناس بوجبه علميه رائعه بس انت قدمت لنا اروع من التي او الذي كنا نتوقعه. وكالعادة بنستمتع جدا بأسلوبك العلمي الرائع جدا في الشرح والانتقال من منطقة التشخيص إلى منطقة الأعراض إلى منطقة العلاجات واحتمالاتها بطريقة فيها من الرشاقة العلمية ما هو معهود عنك وفيها من المصارحة في الجزء الأخير بالذات ما هو معروف عن هذا البرانش عموما. فلازم نكون صراحة مع الناس في أنه لازم يهتموا بصحتهم. ونحن نتحدث عن الجراحة الأكثر دقة، الجراحات الأكثر احتياجا عند الناس، جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. نحن نتحدث عن الجراحات اللي ما فيهاش مليمترات وما فيهاش رفاهية لا الاختيار التوقيت ولا اختيار زي ما بيقولوا التايم بقى بعد اجازه الاولاد. الكلام ده ممكن يتعمل في حاجات تانية كتير قوي، لكن في المخ والأعصاب والعمود الفقري والغضاريف ومشاكلها ناو مين ناو الآن. يعني الآن الكلمة دي لها معنى سيء جدا في قلبي وفي قلب ناس كتير هنا، لكن في الطب لا دي حقيقية. ناو تعني الآن، الآن فعلا. نورتنا يا فندم، ربنا يخليك. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هودي كان مبدعا كالعادة في الدكتور. خليكم مع الدكتور.